ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا انا صاحيه بدري النهارده وراحه اعمل ايه بقى يا جماعه؟ راحه اعمل بطاقتي، لان طبعا انا بطاقتي منتهيه ومش مكتوب فيها ان انا اتجوزت خلاص وكده. فبنحضر كل الورق ده عشان لما نيجي ان شاء الله نسجل النونو، فبنحضر كل حاجه قبلها عشان يوم الولاده او يوم ما عبد الله ياخد البنوته بتاعتي ويروح يسجلها وكده، ما يبقاش فيه اي مشكله. صورك لسه ما نزلش حاجة يا جماعة. مش عايزة يا جماعة أكلني كبدة، أنا عايزة كبدة بجد، ما تاكلش كبدة كبدة. هنا بقى بعد ما خلصت، عبد الله قال لي تعالي ناكل بره، نتغدى بره وكده النهارده. فانا بصراحه يا جماعه نفسي جدا في كبده. عبد الله مش راضي، مع ان انا شايفه ان في الشهور الاخيره عادي، بس هو مش راضي. فجبنا بقى، هو قاعد ياكل هو الكبده، عارفين انتوا اللي هو المشكل ده اللي فيه كل حاجه، الجاموسه او البقره كده. يعني انا بحب الحاجات دي قوي. الحمد لله يا جماعه دخلنا البيت بعد يوم طويل جدا كله فرهده حقيقي والله العظيم. فهنا بقى هعمل حاجة البيت، هروق البيت بقى. وجبت شوية حاجات هدخلها في التلاجة واغسلها وكده. فايه، خليكم معايا بقى، بصوا مشارككم يومي بالتفاصيل، تفاصيل الممل بجد. هنا بقى قبل ما اروح، كنا رحت انا وعبد الله السوق، قعدنا نشتري شوية حاجات. اشترينا شوية فاكهة وكده وازايز ميه كده، لان الازايز اللي عندي كلها اتكسرت. انا كنت جايبه ليا الازاز دي، مش عارفه ليه كلها بدات كانت بتقع وتتكسر مني وكده. فاول حاجه هنا عملتها بقى ان انا دخلت على طول اغسل العنب بقى، واسيبه يتصفى كويس، واسيبه يسقع في التلاجة، واغسل الخوخ والحاجات دي كلها. بجد يا جماعه اكتر حاجه بكرهها في حياتي ان انا اروح اي مشوار الصبح بدري، اللي هو بجد بتبقى مشكلة حياتي كلها ان انا اصحى وانزل بدري. انا اصحى بدري واقعد في البيت، بس ان انا اصحى وانزل بدري واعمل مشوار حكومي، بجد يا جماعة بقى متضايقة قوي فعلا. وزائد كمان ان قسيمة الجواز انا اصلا مكنتش لاقياها، لا قسيمة الجواز بتاعتي ولا بتاعت عبد الله، وبطاقتي منتهية وبطاقة عبد الله منتهية. فكل الموضوع ده كنا لما هنيجي نسجل بقى النونو كان ممكن متسجلش او يحصل مشكلة او تتأخر في ان احنا نسجلها او كده. فالحمد لله بجد بجد ان احنا افتكرنا وان احنا عملنا الحاجات دي قبل ايام الولادة، لان خلاص يعتبر ما عادش في حاجة خالص. إيه خلاص قربت وهانت قوي. يعني يا جماعة بجد ادعولي لان انا خايفة جدا. فعارفين انتوا بجد، لا كأي واحدة بجد هتولد قريب، امني على كل اوراقك عشان لما تيجي تسجلي البيبي وكده ما يحصلش اي مشكلة. لان حتى لو حصل اي مشكلة احنا طبعا بنكون والدين وفي جرح وكده، فمش هنقدر ننزل. زائد برضو ان اكيد في المستشفى هيطلبوا البطاقة، القسيمة، الحاجات دي. فعارفين انتوا ان الحاجات دي كلها كنا لازم ان احنا فعلا ننزل ونخلصها. ايه انا عارفة اصلا ان انا المفروض انزل واخلص الحاجات دي من بدري، بس بصراحة انا اللي كنت مكسلة ومش عايزة انزل بالنهار، يعني مش عايزة انزل الصبح دي خالص. جبت بقى دي للحوض، ايه هي زي مساحة كده للحوض علشان المية، وجبت بن وجبت موز وجبت حاجات كتيرة قوي حلوة. ومعمول لي النهاردة بقى أحلى مفاجأة. عارفين مين جاي لي النهاردة بقى؟ شوفوا كملوا معايا في الفيديو للآخر وشوفوا مين جاي لي. بجد يا جماعة أنا بعشق جدا لمة الأهل، وبحب جدا قوي إن أهلي يجولي، ببقى مبسوطة قوي فعلا والله العظيم. اللي هو ماما بقى ونوسة وكتكوتة وبنت خالتي سلمى مامتها. فبجد ببقى فرحانة قوي، بجد بفرح جدا لما حد بيجيلي، مش عارفة ليه الإحساس ده، بس عارفين انتوا ببقى فرحانة كده من قلبي، وببقى عايزة كل الناس تجيلي فعلا. يعني ببقى فرحانة قوي، مع ان الإحساس ده ما كنتش بحسه عند ماما قبل ما اتجوز، كان اللي هو عادي. بس عارفين انتوا كمان تحسوا ان في حد جاي لكم يشوفكم يسأل عليكم، بتبقى فرحة قوي بصراحة. انا بحب كده قوي 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 يعني بجد.
هنا بقى اختي حبيبه قلبي الحمد لله كانت جت وقالت لي انا هخش انا اعمل اطباق الفاكهه وكده. فبصراحه اختي يعني بصراحه لما بتجيلي بتبقى محتاره فعلا تعمل لي ايه والله العظيم. وسلمى برضو بنت خالتي والله العظيم هما الاثنين لما كانوا عندي امبارح وحياه ربنا فعلا يا جماعه محتارين يعملوا لي ايه والله العظيم بجد. ربنا يخليهم ليا يا رب وما يحرمنيش منهم ابدا بجد والله. هنا بقى اختي قالت لي انا هصور. انا اصلا على فكره هي قالت لي اصور وسبت لها التليفون وخرجت. ما اعرفش بقى ان هي عرفت تظبط تيجي تتكلم. ازيكم حبايبي عاملين ايه وحشتوني. كانت كده انت ما ظهرتيش بالك كتير قوي على القناه. سلمي على الناس. ده القمر بتاع عيلتي العجوز شايفين يا جماعه القمر والاوت فيت القمر شايفين شايفين الحلاوه. تعالوا اوروك كده الحلاوه والحلقان والتسليح. عاملين ايه يا حبايبي؟ ازيكم يا جماعه؟ ازيكم يا حلوين عاملين ايه وحشتوني. ايه رايكم في المنظر بتاعي؟ لابسه حته خلفي. يا جماعه بقى وروم الاوت فيت اللي انت عاملاه. يا مريم حلو تعالي نقعش النص. حلوة دي وحشتني يا كتكوتة. جماعة دعوة يا جماعة ان النونو بتاعي يجي شبه مريم وشبه ماما. هما الاتنين اصلا نفس الشكل شايفين؟ لا لا والله العظيم مش نفس الشكل. ماما كتكوتة ديت بنتي طبعا الكبيرة يعني وانا بحبهم قوي قوي كلهم وبحب كتكوتة اخويا كتكوت وبحب توتي. ده القمر بتاعنا العسل ده ربنا يخلينا يا رب وينجحها. من الاول اكلها احلى حاجه بقى يا خالته افتراح خالته افتراحه جميله دي. لو انت بتنشري لو التحدي جاي ايه حاجه عاملاها معموله خمار ومعموله طاقه صح؟ لا يا جماعه الاغراض اكيد خالته مفصله. بصوا يا جماعه اللي عايز يشوف خالته اللي هي ما بتظهرش هي نفس المنظر ده بالظبط بس هي بتعمل صح كده نفس المنظر ده. خلاص عليكي من نفسي خلاص. شوفي بنتك شوفي بنتك يعني يا بنتك ما عندهاش خدود. يا جماعه ده يا جماعه ان نونو بتاعي يجي شبه كتكوته بتعيط وكانت هتقوم تمشي وكلمت باباها وقلبت الدنيا عشان عايزه ايه؟ عايزه تغسلي المواعين. انت عارفه تفكرتني بمين؟ بامك وهي صغيره. مامتها يا جماعه وهي صغيره كنا نقعد نلعب وهي مثلا تجيب الجردل وتمسح عايزه ايه؟ اللي هي بتحط فيها الزبون دي. كنت اسمع اتكلم عليكي. ليه؟ مامتها يا جماعه كنا احنا كاطفال نلعب وهي جايبه الجردل وبتمسح شايله الكنب عند امها في الصاله. فاكره؟ والله فاكره. انت مش فاكره؟ قولي الحقيقه. فاكره ولا لا؟ فاكره. فهي طالعه لامها دوم بقى حلو. شوفوا شوفوا فرحانة طبعا انت بالرغاوي وكده صح؟ الحوافي الحوافي جماعة دي بنت سلمى لازم تبقى كده طبعا. تنتظروا منها ايه غير كده؟ حلوة اهو. الله عليك يا كتكوت. لا شايفين؟ كتكوت انت ست بيت شطورة؟ اخت عسل يا اختي. شايفين؟ بس الاوت فيت بتاعك القمر ده يبوظ. يا راح قلبي. محروقة منك يا مريم. لا اصل انا عايز اعيط وعايز اغسل المواعين. طب ليه تغسلي المواعين ليه؟ كده. عشان انا تعبانه ولا عشان ايه؟ عشان انت تعبانه وماما كمان مش هتخليني اغسل المواعين. ماما ايه؟ انتي خلاص تغسلي المواعين عندك. انا بس بنتي توصل للسن ده وده انا هبهدلك. والله يا جماعه قلبت الدنيا وكلمت ابوها وعايزه اروح عشان تغسلي الكوبايات. وهي وتوتي بقى ايه يا جماعه مش متوصيين. كانوا هيموتوا بعض عشان المواعين. عايزه اقول لهم تعالوا. واحد شوفي واحد يجي هنا بقى. كتكوتة لأول مرة في حياتها تدخل المطبخ وتعمل أي حاجة. بس أنا وكتكوتة متعلقين جدا ببعض وبنحب جدا بعض. فهي شايفة إن هي كده بتساعدني يعني فاهمين عشان البيبي وكده. فبجد يا جماعة والله كتكوتة حنينة جدا. أنا بحب في كتكوتة حنيتها. لو بجد ما شفتش حنيتها في حد أبدا.
هنا بقى حبيبة قلبي قعدت تغسل المواعين، بحبك قوي يا كتكوتة. وهنا بقى يا روحي قعدت تغسل الكوبايات وتساعدني، وهي هي وتوتي بجد كانوا هيموتوا بعض. بس كلهم كانوا عايزين يشكلوا مين يغسل الكوبايات، فانا عماله اقول لهم والله يا جماعه ما تشكلوش، كل يوم حد يجي يعمل لي حاجه. فكتكوتة بس كده الفيديو بتاعي خلص النهارده، ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه، بحبكم قوي، باي.